رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من دروس تربية الأولاد في الإسلام. وصلنا إلى البناء الاجتماعي. قلنا إن البناء الاجتماعي ضروري جدا في تربية الطفل، لأن الطفل عندما يكبر سيذهب ويختلط بالمجتمع، فلا بد أن يتعلم ما هي الآداب التي يخالط بها هذا المجتمع، كيف يمشي في الشارع، وكيف يكون مؤدبا في المكتب، وكيف يتعامل مع الكبار والصغار، كيف يبيع ويشتري، كيف يبدأ بالسلام. وهذه الأخلاق الاجتماعية بشكل عام لا بد من أن يتعلمها الطفل ليخرج كما قلت لكم من الانطوائية والانعزالية، لأن الانطواء والانعزال والخجل صفة غير محمودتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. مخالطة الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي إرشاد الناس إلى الخير، وأن يكون الإنسان قدوة للناس في إرضاء الله سبحانه وتعالى، هذا أمر طيب جدا. طبعا إذا بدأ الإنسان بهذا السلوك سيحصل أو سيلاقي في بعض تصرفاته بعض الأذى من الناس، إما جفاء وإما اتهامات. أو لذلك ربنا عز وجل على لسان لقمان لما قال لابنه: يا بني أقم الصلاة، قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يصيبه شيء من أذى الناس، فعليه أن يوطد نفسه أن يتحمل، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. إذا كان ربنا عز وجل الذي هو خالق الكون ورازق الكون وكذا، كثير من عباده لا يرضون عنه ويعترضون عليه والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم وذو الأخلاق العظيمة التي شهد الله له بأنه ذو خلق عظيم، ومع ذلك كان له أعداء، وكان له أناس يكرهونه ويحسدونه ويسبونه وكذا. فما بالك بالداعي العادي من أمثالنا، لا بد أن يعترض عليه كثير من الناس وهو ذو أخطاء. كلنا خطاؤون، وتختلف الأخطاء نسبيا، ونسأل الله أن يغفر للجميع. إذن الحياة الاجتماعية ضرورية، فكيف نبدأ بتربية الطفل عليها؟ نحن لا تنسوا أننا الآن ندرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الأولاد، لا ندرس نظريات غربية، ولكن بس من باب الذكرى نحن نقرأ كتابا يتعلق بمنهج التربية النبوية للطفل. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أولا في التربية الاجتماعية أن يحضروا أولادهم إلى مجالس الكبار، وكان عمر رضي الله عنه يحضر عبد الله بن عمر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولد صغير. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي، أنا الآن أعيد بس مقدمة الدرس التي بدأت ونتابع إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها، يعني لا يتساقط ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي النخلة. يعني أنا كنت عارف الجواب اللي حذره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وفي رواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. كمان هذا أدب، أن الصغير وجد الكبار لا يتكلمون فسكت أدبا. هو أبوه لماذا يحب أن يتكلم؟ ليفتخر به. كل إنسان يحب أن يكون ولده يعني مميزا، حتى قالوا إن الإنسان يكره أن يتميز أحد عليه إلا ابنه.
كل الناس إذا فاقوك بشيء تحزن وتتمنى أن تسبقهم إلا ابنك، إذا سبقك تفتخر به بأنه أحسن منك، أما باقي الناس لا تحب أن يكونوا أحسن منك إلا الولد سبحان الله. فمن أجل هذا رغب عمر لو أن ابنه أجاب عن هذا السؤال. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعمر أن يحضر ولده إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد من مجالسة الكبار. إذن اصطحاب الأولاد إلى مجالس الكبار أحد الأسس في تربية الولد اجتماعيا، لأن الولد عندما يجلس مع الكبار تظهر نواقصه، تظهر نواقصه، تظهر احتياجاته، يبدأ بسماع كلمات الكبار يفهم بعضها ولا يفهم بعضها، فيسأل ما معنى كذا، لماذا كنتم تتحدثون عن كذا، يبدأ يتفتح عقله ويتهيأ لدخول المجتمع بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وآخر ما تحدثناه في الدرس الماضي أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس إلى مجلس يشهده كبار أهل بدر، فقال له عبد الرحمن بن عوف يعني إذا كنت تدخل هذا الصبي نحن نأتي بأولادنا أيضا، فقال له لا هذا الولد يتميز، قال له ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فأراد عمر أن يبين مزية ابن عباس على باقي الأولاد، لماذا يحضره إلى مجلس الكبار، فسألهم سؤال. عمر رضي الله عنه جمع كبار القوم وسألهم سؤالا، قال لهم ما تقولون في تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ بعض القوم سكتوا وبعضهم قال لا أدري، وبعضهم قالوا إن الله يخبر أنه إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، يعني عادي فسرها كما هي. فقال له أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، إنما هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد حضر أجلك وانتهى عمرك وبلغت رسالة ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال له عمر والله ما أعلم منها إلا كما تعلم. عمر يعلم نفس التفسير هذا، فهذا فهم فتح الله به على غلام ولم يفتحه على الكبار، تميز هذا الغلام عن الكبار. وقالوا إن عمر رضي الله عنه كان عندما يريد أن يستشير يستشير أحيانا الأولاد، لأن الأولاد عندهم ذكاء ولا يهابون، لأنه ما عندهم تفكير لعواقب الأمور، فبيطلع معهم خطط أحيانا ذكية وإن كانت نتائجها بدها واحد كبير يعني يوزنها. فكان عمر يحضر أحيانا بعض الأولاد ويسألهم عن بعض الأمور، ماذا تقولون لو حصل كذا؟ فكل ولد يقول أنا لو كان كذا أفعل كذا وأفعل كذا. فعمر يدرس القضية بعقله الراجح ويختار أحيانا في بعض الأحيان ممكن رب العالمين ينطق الولد بفكرة تكون غائبة عن الكبار، يعني ما يستقل الإنسان الصغار. لقد ذكروا أن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما رب العالمين يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، كثير من القضايا في القضاء كان سليمان عليه السلام يقضي بها أفضل مما يقضي بها أبوه داود عليه السلام، ومشان ما ينتقص لئلا ينتقص الإنسان داود ويظن أنه أقل قدرا قال الله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا، يعني كلاهما أوتي من الحكمة والعلم والفهم والنبوة والرسالة الشيء الكثير، ولكن في باب القضاء كان سليمان أقضى من أبيه. ففي قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. نفش في لغة العرب، نفشت غنم القوم معناها رعت ليلا، الرعي ليلا إذا أكل الغنم بالليل اسمه نفش. نفشت فيه غنم القوم، واحد عنده أغنام وواحد عنده بستان، انفلتت أغنام هذا على بستان هذا في الليل فأكلته كله لم تبق له من الزرع شيئا، فاحتكما إلى داود. سأل داود كم قيمة البستان كم قيمة الغنم، طلع قيمة الغنم مساوية لقيمة البستان،
فقال له داود خذ بستانه مقابل غنمك، خذ بستانه مقابل غنمك، نعم خذ غنمه، أي خذ غنمه مقابل الزرع، يعني نعم خذ غنمه مقابل الزرع. صفي الرجال بدون غنم، فطلعوا لبرا، خرجوا فوجدوا سليمان عليه السلام، قال بماذا قضى والدي؟ قالوا قضى كذا كذا. قال أنا عندي حل آخر، ارجعوا معي. فرجع إلى أبيه وقال عندي حل آخر، قال نعطي البستان لصاحب الأغنام يزرعه ويعتني به حتى تعود كما كانت، بيعتني بالبستان حتى يرجع الزرع مثل أول، ونعطي صاحب البستان أغنامه يستفيد من ألبانها وأصوافها حتى يعود زرعه كما كان، فإذا عاد الزرع كما كان عاد البستان لصاحبه والأغنام لصاحبها. ففهمناها سليمان، فهذا كان ولد سيدنا سليمان في تلك الحالة لما رب العالمين فهمه، ما كان كبير، كان صغير في السن، فرب العالمين فهمه. وسيدنا سليمان عندما كان صغيرا هو أول من اخترع قضية التحقيق مع المشبوه بهم، عندما يعزل أحدهما عن الآخر ليجري التحقيق بشكل صحيح، لأنه كان عم يلعب سيدنا سليمان مع رفقاته، عم يلعبوا شو بسموها أبطال وحرامية، اللعبة يعني واحد بطل والثاني حرامي واحد ضده وكذا، فكانوا عم يلعبوا ملك وأعداء وكذا، وهذا سيدنا داود عم يتفرج عليهم. فأخذوا أسرى باللعب، أخذوا أسرى، فإجا سليمان كان هو القاضي باللعبة بده يحقق معهم، فعزل الخصمين هذول الاثنين اللي مأخوذين، عزلهم عن بعض وحقق مع هذا لوحده وهذا لوحده. هذا فهم فهمه الله إياه، لأنه لو كانوا مع بعض بيتفقوا أنه ماذا يقولان، ما كل واحد لوحده بينكشف إذا في كذب بالقضية. فإذا الأولاد عندهم أحيانا من الذكاء اللي الله عز وجل بيكرمهم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب في طرقات المسلمين، وهو رسول الله وقائد الدولة، كان يصطحب بعض الأطفال ويركبهم معه على التافة. في كثير من الأحاديث، حديث ابن عباس يقول تبع يا غلام إني أعلمك كلمات، الحديث المشهور، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على دابة، فقال لي يا غلام يا غلام، طبعا هذا أسلوب تنبيه. بعد ما التفت الغلام وتفتحت مسامعه كلها بده يشوف شو القصة، قال له إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. شاهد أنه ركبوا معه صلى الله عليه وسلم على الدابة. وكان صلى الله عليه وسلم وهو طفل قد حضر مع آبائه وأجداده وعمومته، حضر حلف الفضول. حلف الفضول من الأحلاف العظيمة في تاريخ العرب، وهو حلف تحالفت به قبائل العرب وقريش على نصرة المظلوم وإعادة الحق له، فحضره صلى الله عليه وسلم وقال لقد حضرت حلفا وأنا صغير ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني لو أعطيتوني ملك الدنيا لا أحب أن يفوتني هذا الحلف، ولو دعيت به في الإسلام لفعلت، لأن فيه نصرة المظلوم. وكان عليه الصلاة والسلام طفل لما حضر هذا الحلف، وبقيت في ذاكرته وتمنى أنه لو حضر مثل هذا الحلف في الإسلام لو دعي لأجاب لمثل هذا الحلف. من آداب مجالس الطفل مع أبيه ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام لا يجلس، انتبهوا له هي مهمة، لا يجلس بين الرجل وابنه في المجلس. إذا واحد جايب ابنه على المجلس لا تجلس بين الأب وولده، لا تفرق يعني بين الأب وابنه، لأن الولد قد يحتاج إلى أشياء، قد يحتاج إلى سؤال، قد يحتاج إلى مشكلة صار معه، فيستحي أن يتكلم من بعيد أو كذا، فإذا كان بجانب والده فإنه يتكلم في أذنه سرا، ما معنى كذا، أريد أن أذهب، أريد أن أدخل إلى الحمام مثلا كذا، آداب معينة. فالتفريق بين الولد وابنه في المجلس ليس من الآداب النبوية، الآداب النبوية تقتضي عدم التفريق. وبشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نفرق بين اثنين في مجلس صلاة الجمعة، إذا دخل أحدكم إلى صلاة الجمعة أو إلى درس لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ربما كان أحدهما آتيا مع صديقه ولا يحب أن يفترق عنه، فتجلس بين اثنين بدون إذن ممنوع شرعا. تستأذن، هل تسمحان لي أن أجلس بينكما؟ إذا فسحا لك فاجلس، وإلا فاجلس في مكانين
آخر. هذا هو الأدب النبوي في هذه القضية. من الفوائد العمرية، فائدة عمرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فنحن مأمورون أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين من بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة عمرية، يقول عمر قال فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قال: أبرزوا أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. شو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان عندك بنت صغيرة عمرها مثلا 6 سنين 7 سنين 8 سنين، أبرزها، يعني خليها تحضر معك المجالس حتى يعلم الناس أنه فلان عنده بنت، مو تغطيها وتخبيها بالبيت. ما في مانع طبعا تغطي لها شعرها كذا لأنه هي صغيرة دون البلوغ غير مكلفة، تعلمها الحجاب، بس إذا كانت صغيرة بتغطي لها بس راسها وتظهرها لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. ابن عمها بيقول والله عمي مثلا عنده بنت، بحطها بباله بس تكبر بروح بيخطبها. صديقك بيعرف أنه أنت عندك بنت لما بتكبر، لأنه بس تكبر راح تتحجب، ما حدا حدا يشوفها، فمن الذي يعلم أنه أنت عندك بنت؟ تصير أصعب. فهذه من الفوائد العمرية، أنك تبرز الجارية الصغيرة التي لم تبلغ لعل بني عمها أو أصدقائك أو أبناء أصدقائك أو كذا يرغبوا فيها فيتزوجوها. ومن السنة كما تعلمون تزويج البنت بسرعة إذا بلغت، لأنه قالوا العجلة من الشيطان إلا في بعض الأمور. ما هي الأمور التي العجلة ليست من الشيطان؟ يستحب العجلة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما هي؟ هون المسارعة مطلوبة. فقالوا العجلة من الشيطان إلا في المسارعة إلى الصلاة في أول وقتها، والمسارعة إلى التوبة إذا أحدث العبد ذنبا، والمسارعة إلى تزويج البنت إذا بلغت لئلا تتعرض للفتن. هذه الأمور يستحب فيها الاستعجال. ابن سيرين من أيضا ينقل للأطفال فائدة عمرية أخرى. يقول عبد الرزاق في مصنفه أن ابن سيرين قال: جلس إلينا رجل ونحن غلمان، فقال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن كذا وكذا أن، شو كتب لهم عمر؟ كتب لهم أن اتزروا وارتدوا، يعني البسوا الإزار والرداء، وانتعلوا وقابلوا النعال. قابلوا أي اجعلوا لها قبالا. القبال هو قطعة الجلد التي تدخل بين إبهام الرجل والتي تليها من الأصابع، مثل هذا المداس اللي بيلبسوه الآن، بفوتوا الإبهام لوحده وبعدين في جلده بعدين بتجي باقي الأصابع. هاي القطعة التي تدخل بين الرجلتين بين الأصبعين اسمها قبال. قابلوا النعال يعني اجعلوا لها قبالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعلا له قبالان، كان له قبالان، واحد بين الإبهام واللي بعده، واحد بين اللي بعده واللي بعده، يعني بين الوسطى واللي بعده اللي هي البنصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعلا سبتية، السبتية هي التي ليس عليها شعر، يعني مجرودة من الشعر تماما، ولها قبالان. فسيدنا عمر يأمر أن يجعلوا للنعل قبالا لأنه أثبت في الرجل وأمكن في المشي. ثم قال عمر: وعليكم بعيش معد. العيش المعد يعني عيش الأقرب إلى الخشونة. قال: وذروا التنعم وزي الأعاجم. فائدة عمرية عظيمة. نحن الآن سنقف عند 3 شغلات الأخيرة. عليكم بعيش معد، لأن الإنسان لا يدري هل تدوم النعم ولا لا، فليجب على الإنسان أن يدرب نفسه في حال النعمة أن لا يسرف ولا يبذر، أن يكون مقتصدا، أن يكون طبيعيا وسطا. فإذا حصل وقدر الله له أن افتقر أو قلت النعمة في يده، استطاع أن يعيش بدون أن يذل نفسه. أما إذا تعود على رفاهية العيش وسيطرت نفسه عليه فافتقر في يوم من الأيام، ربما وصل إلى شيء مزر في حياته وأراق ماء وجهه من أجل أن يبقى على ذلك المستوى الذي عاش عليه.
كذلك الأولاد، أنتم الآن طبعا أدركتم هذا من الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون في كثير من البلدان. نلاحظ الآن أن الولد الذي يعيش في حياة وسط أو فقر، فقر يعني مقبول، يكون رجلا أكثر بكثير من الولد الذي يعيش حياة الرفاهية. الذي يعيش حياة الرفاهية ما عنده أمل في الحياة، ما عنده طموح، موفر له كل شيء، فلماذا يدرس؟ لماذا يشتغل؟ يأخذ مثلا كل ما يريد متوفر، فبأي شيء ترغبه؟ ما في شيء. بينما عندما يكون الولد في حالة من الفقر أو ممنوع من كثير من الأمور، تقول له إذا درست فكنت الأول في صفك أشتري لك دراجة. اليوم سيارة مرسيدس ما بتعجبه للولد، بيقول لك شو سيارة مرسيدس، بدي اياها كذا وكذا، بده مواصفات خاصة أو بده طيارة خاصة في بعضهم يعني. تقول له دراجة، ايه والله شيء حلو، فيجتهد عنده طموح أن يشتري دراجة. بعض الأطفال ممكن يعني كتاب يكون أمل في حياته، ممكن دراجة، ممكن سيارة صغيرة، ممكن أشياء حسب المستوى الاجتماعي. أما الذي توفر له كل شيء فليس عنده أمل يطمح إليه فيتكاسل غالبا. لذلك ابن حزم العالم المشهور هذا تناقش مرة مع أحد العلماء، وكان العالم ابن حزم كان أبوه وزير وتربى في قصر، كما يقولون ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. أما العالم الثاني كان فقيرا، ففي إحدى المناظرات قال له ذلك العالم، قال أنا تعلمت على ضوء السراج الموجود على جدار حمامات المسجد. كان من زمان كل مسجد جنب باب الحمام في سور صغير يضعون عليه سراجا ليضيء للناس، ما كان في كهرباء، يضيء للناس الطريق أو كيف يتوضؤون. فكان هذا الولد من الفقر ما عنده سراج في البيت، لأنه بكلف زيت، هو فقير، زيت ما فيه. فكان يأخذ كتابه ويذهب إلى قرب حمام المسجد فيفتح الكتاب ويقرأ على ضوء السراج. فماذا أجابه ابن حزم؟ عم تفتخر علي أنك أنت تعلمت في ضوء السراج تبع الحمام؟ قال أنا تعلمت على ضوء سراج من ذهب. يعني أمثالي عادة لا يتعلمون أصلا، لأنه أنا أبي وزير غني ومتوفر لي كل شيء، وأمثالي أصلا لا يتعلمون، فأنا تعلمت، فأنا أفتخر عليك بهذه. وفعلا يعني غالبا هؤلاء يفتقرون إلى الرغبة في الأشياء. فسيدنا عمر يرشد يقول عليكم بعيش معد، يعني عيش في شيء من الإخشيشان، من الشدة على النفس أحيانا في بعض الأمور. لا تعطي ولدك كل ما يريد، لا تعطيه كل ما يريد، دائما خلي عندك شيء ترغب وترهب فيه. فإذا أفلتت كل الأمور من يدك أفلت الولد معها. بعدين يقول عمر وذروا التنعم، وذروا التنعم وزي الأعاجم. زي الأعاجم كل ما صار خاصا بهم، يعني إذا نظرت إليه تقول هذا ليس زي لا يلبسه المسلمون، هذا زي الكفار، إذا صار علما عليهم اختصوا به فلا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. يعني أنا الآن أقول للشباب، يعني من الغريب أنهم بيلبسوا هاي الطاقية، ما بعرف شو بيسموها، شو بيسموها، كاسكيتا، شو بيسموها، كاب، هو كاب بالإنجليزي يمكن اسمها، هاي الكاب هي شعار الأعاجم، وخاصة لما بيفتلوها لورا بيقلبوها. واحد لابس توب وفوق كاب ما بتزبط عن جد، يعني منظره شاذ ولا يليق بالشاب المسلم أن يلبس. هي أصلا معمولة للباس معين، مثلا ممكن واحد يكون على البحر لابس بنطلون وقميص وجاي الشمس على عينه، لبسها مشان تغطي الشمس وحط الهي من قدام الرفرف تبعها، يعني مقبولة إنه والله ترد الشمس إلى هدف. أما لابس توب وحاطت الهي ولاففها لورا ومطالع شعراته من قدام. اذهب إلى أمريكا، مو هي من أمريكا، اذهب إلى أمريكا، من يلبسها في أمريكا؟ الصيع، الشباب التافهون في أمريكا فقط هم الذين يلبسونها. كل الناس المحترمون هناك تمشي في الشوارع أياما ولا ترى أحدا يلبسها، فلماذا نلبسها لأولادنا؟ هذا زي الأعاجم مثلا، يعني هي واحدة من الأشياء التي فعلا لا تليق بالشاب. أنا أشعر لما أرى الشاب هكذا، يعني أشعر أنه مسكين، يعني في عنده شيء من الفراغ، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى إعزازه بدينه.
فرق كبير بين مصعب بن عمير الله يرضى عنه وبين يعني شاب يكون هدفه في الحياة انه يلبس طاقية يفتلى ويفحط بالسيارة ويؤذي الناس يعني فرق. مصعب بن عمير كان غلاما ترك الدنيا لله، كان مصعب بن عمير يغدو في حلة ويروح في حلة، كل يوم يلبس توبين ثلاثة، وكان غني وريحة الطيب والعطر تطلع منه. لما أسلم وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله، فأسلم على يديه سيد الأوس وسيد الخزرج، سعد بن معاذ وسيد بن حضير أسلموا على إيده، فأسلم بإسلامهما آلاف من البشر، وكان داعية رائعا. لما استشهد في أحد يغطوا له رأسه تنكشف رجله، يغطوا له رجله ينكشف رأسه، ليش؟ من قلة اللباس اللي ما عاد فيه لباس، ترك الدنيا لله. ونحن لا نقول للشباب اتركوا الدنيا، نقول لهم بس ابتعدوا عن الزي الذي لا يليق بكم فهو أولى بكم وأحرى. إذن هذه توجيهات عمرية. إذن الآن شو استفدنا من هالجلسة؟ أنه ابن سيرين جلس مع الأولاد ليعلمهم، قال لهم عمر كتب لنا اعملوا كذا كذا كذا، فرسخت هذه الفكرة بقلوب الأولاد في صحبتهم للكبار فاستفادوا منها. من الأسس الاجتماعية أيضا إرسال الطفل لقضاء الحاجات، أن تبعث ابنك يعمل شيء، لا تعتمد على الشغالات وعلى السواقين وعلى كذا، ابعته هو مشان يصير رجال. لكي يصبح ولدك رجلا يجب أن يجرب بنفسه وأن يعتمد على ذاته. أما إذا والله متعود أي شيء بده كاسة مي كاسة ماء، يا فلانة هاتي كاسة ماء، بده غرض أرسل السائق، بده كذا أرسل فلان، بده كذا. طيب متى يصبح رجلا هذا الولد؟ فجأة قد يضطر في يوم من الأيام أن يسافر، أن يخوض في مجتمع ما، فيؤكل ويغلب ويضحك عليه وهو لا يدري. إذن الولد نرسله في قضاء حوائج البيت، أولا يتعرف على مجاهيل الحياة، ثانيا يصبح عنده خبرة. طبعا تبدأ به بالأمور الصغيرة، يشتري علبة لبن، قليلا من الخبز، يشتري غرضا لنفسه دفتر للمدرسة مثلا، هذه أمور ليست يعني بسيطة. ثم يقويه في المواجهة الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد، يقول أحمد في روايته عن ثابت البناني، هذا ثابت البناني كان من كبار الصالحين، تلميذ أنس بن مالك، من الناس المشهورين في الصلاح، يقول عن شيخه أنس بن مالك اللي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، هو خدمه 10 سنين، في يوم من الأيام إن أنهى الخدمة المطلوبة، قال حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي قلت يقيل، يعني هلا النبي بنام صلى الله عليه وسلم نوم القيلولة يعني، فخرجت إلى صبيان يلعبون، هو ولد، فجئت أنظر إلى لعبهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له. شوف النبي بعث مين؟ بعث ولد، قال له روح ذهاب عميل كذا كذا كذا، قال فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء بالظل حتى أتيته، واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه، تأخر على أمه، هي بالعادة تعرف مثلا بيخلص الشغل الساعة 10 أو الساعة 12 بيجي على البيت الساعة 1، صارت الساعة 2 وما أجا، فتأخر عن أمي، قال فلما أتيتها قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. شوف إكمالة القصة ما أحلاها، قالت وما هي؟ لوين بعثك النبي؟ قلت هو سر لرسول الله. شوف على الولد منقى يعني مزبط، قال له هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاحفظ، شوف الأم كمان ما زنت براسه قالت لازم تقلي، لأنه هي أمانة، فعلمت ولدها الحفاظ على السر والأمانة. قالت فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال ثابت، مو التلميذ هو اللي عم يروي، قال لي أنس لو حدثت به أحدا من الناس لحدثتك به يا ثابت، بس لحد الآن ما خبرت أحد هذا السر، ولا أنت، لا ليش أنت بحبك ما أخبرك فيه، هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الأمان، يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخاه بحديثه ثم التفت
يعني أنهى الجلسة فهي أمانة، إلا إذا كان متعارف عليها عرفا وبين الناس كلهم أنه هذا ليس سرا. أما إذا شكيت إياك أن تحدث بما جرى إلا بعد الاستئذان. ربما الإنسان يعني فلتت منه كلمة قال لك أنا مثلا صار معي كذا، أو بنتي بدي خطبها لفلان، أو مدري إيه أشياء سرية ما بدي أتحدث فيها، فتروح أنت على طول تنشر الخبر مثل ما فعل هذا جميل. شو اسمه هذا جميل؟ كان في واحد اسمه جميل، نسيت جميل إيش. هذا كان يعني باللغة العامية بسموه لقلوب، ما بيخلي كلمة إلا بيحكيها دغري على طول، ما بتنبل بتم فولة كما يقولون، أول ما بسمع الكلام بروح ببلغ. فمين استغل الفرصة؟ هذا وسيلة إعلام كان بهذاك الزمان، كان مثل التلفزيون، أول ما بصير شغلة بينقل لك ياها دغري. سيدنا عمر لما أسلم قال لك والله ما في غيره هذا، راح لعنده قال له أنا أسلمت، على طول طلع على الصفا، يا قوم إن عمر قد سبق دغري خبر. هو عمر أصلا بده يبلغ الناس إنه عمر، فاستغلوا لهذا. فهذا طبعا سيء، هذه الخصلة سيئة جدا، ينبغي لنا أن نتعلم كتم السر. شوف ولد صحابي الله يرضى عنه كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لأمه ما قالها، حتى لتلميذه المقرب وهو عالم صالح، طبعا هي بعد ما كبر حدثوا فيها، ما حدثوا بالسر. فأكثر سر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث فيه كما تعلمون ما يجري بين الرجل وزوجته. المشكلة أنه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنها بشدة، وقال مثل ذلك يعني من أتى إلى زوجته ثم حدث الناس مثله كمثل شيطان لقي شيطانه فأتاها في الطريق والناس ينظرون. شوف يعني إيش التحذير من هذا الأمر. عهد النبي صلى الله عليه وسلم صارت مرة، قالت له أسماء بنت يزيد والله إنهم لا يقولون وإنهن لا يقولن، فحذر بطلوا. رجعت الآن كثير من الناس الآن نساء ورجالا والعياذ بالله يتحدثون عن هذه الأمور الخطيرة، وهذا يعني من أكبر الذنوب، هذا أن الواحد يحدث، هذا سر وأمانة وشرف ومروءة، فما بيجوز الواحد يحدث فيها. ومن الأحاديث اللي بتفيد عن الأطفال كمان أيضا في إرسالهم إلى الحوائج، يقول روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب خلف بابه، قال فجاءني فحطأني حطأة، يعني دفعه من بين كتفيه، حطأه يعني دفعه من بين كتفيه، وقال لي اذهب فادع لي معاوية، اللي روح ناديله لمعاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل، راح لعنده لأعم يأكل، ثم قال لي اذهب مرة ثانية فادعوا لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذه شايفين الحديث هذا، أنت الآن لو قرأته لظننته من مساوئ معاوية، بينما العلماء ذكروه في مناقب معاوية. مين بيعرف ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحد من الناس، وإذا حصل منه يعني شيء بينه وبين أي إنسان لا يخرج من الدنيا حتى يستسمح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقف خطيبا بين كل الناس وقال يا أيها الناس من كان له عندي حق فليأتني الآن فليأخذه من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. وكرر عليهم، نط واحد من القوم قال له يا رسول أنا إلي عندك 4 دراهم، قال له أعطيه 4 دراهم وزيده مدري. تاني حدا قال له عم معي شيء، قالوا له لا اللهم هل بلغت، يعني بده يطلع سليم صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر عم يصف النبي عليه الصلاة والسلام صفوف القوم المقاتلين، فسواد ابن غزية طلع شوي من الصف زيادة لبرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم سواك وحطه ببطنه، ده كان عاري فحطه على بطنه قال له ارجع قليلا، قال له يا رسول الله أريد أن أستقيد منك أنت وجعتني. قام قال له طيب تفضل هي سواك، شوف قديش صلى الله عليه وسلم عدل ومؤدب. قال له هي سواك، قال له لا، قال له أنا عاري أنت لابس، هي بتوجع أكثر. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه فاحتضنه وصار يقبله، تاري ما بده يعمل له شيء بس حابب يعني يقبل بطن النبي. قال له ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله
شايف العملية يمكن نموت هلا تكون آخر عهدي بك من الدنيا، فأحببت أن يلامس جسدي جسدك في آخر الحياة، فهي محبة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحب حدا يكون له عنده شيء، بيطلع من الدنيا سليم تماما من حقوق العباد. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم، معنى الحديث يعني أنا ما لي حافظه الآن بالضبط بس تقريبا يمكن جيب نفس اللفظ أو قريب منه، قال: اللهم ما دعوت على أحد دعوة أو سببت أحدا وكان لا يستحقها إلا أن تجعلها عليه صلاة ورحمة وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أنه أي واحد دعا عليه، النبي دعا عليه دعوة وكان لا يستحق هذه الدعوة أو سبه أو عمل له أي شيء ولا يستحق، أن يبدلها الله له ويعطيه بدلا منها صلاة ورحمة ومغفرة وكذا. فباعتبار معاوية ما في حاجة أنه يدعي عليه، فقال: لا أشبع الله بطنه، طلعت منه صلى الله عليه وسلم، فانقلبت في حق معاوية إيش؟ صلاة ورحمة ودعاء. فالعلماء اللي بيفهموا جمعوا الحديثين مع بعضهم فقالوا هذه من مناقب معاوية. ليش أنا قلت؟ مشان ما حدا يتجرأ على الصحابة يتكلم عليهم. نحن لا نتكلم على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اتفق أهل السنة والجماعة، اتفقوا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم الله بمقام الصحبة، وسيدنا معاوية أحد الذين كانوا يكتبون الوحي، يعني ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم وكتابته، فله مناقب، وهو أول من عمل أسطول بحري للمسلمين في العالم، وله مناقب كثيرة، أخطأ ما أخطأ، غلط مع سيدنا علي كذا، هي ما دخلنا فيها. هدول اثنين صحابة الله بيحاسبهم بين بعض، نحن ما لنا علاقة. نحن نتأدب مع الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعده، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما دخلنا بيناتهم، الله يعني. نحن عندنا الآن الشرع منطبقه خلاص، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيوة، لازم نتأدب. ربنا مدحهم بالقرآن كله، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. في كثير آيات عن الصحابة الله مدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام عنه. المهم، من جملة الأشياء التي نعلمها للطفل كما ورد في حديث من آداب يعني قضاء الحاجات، انك تبعته يتعامل بلطف. لما تبعت ابنك يشتري او يبيع او كذا، بتعلمه السماحة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يعني انا ادينت منك دين بدي اقضيك، لازم يكون سمح. اولا لا احيجك الى ان تطلبه مني، انت عملت معي معروف، انا لوحدي بدون ما تطلب انت جيب لك يا لعندك، ما بخليك تتذلل لي لأنه أنت عملت معي معروف، جيب لك المال لعندك وبقول لك لا تأخذني تأخرت عليه، ويستحب أن أزيدك أيضا طبعا بدون شرط، إذا اشترط صار ربا بدون شرط. أنا ديني 10 يستحب أنه أعطيه 11 إكراما له على المعروف الذي فعل، بعطيه 10 بقول له جزاك الله خير وهي واحد مني هدية كمان، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سمحا إذا قضى، وبالمقابل سمحا إذا اقتضى. بدك تروح بطالبه، مو تفضحه قدام العالم بالجامعة تقول له تعال يا هون، تعال إلي معك دين، وين ما فضحته قدام الناس، لا، بينك وبينه تقول له إذا سمحت، إذا في إمكانية أنا مثلا أريد مالي. يعني هذا سمح وهذا سمح، هكذا الأخلاق الإسلامية في البيع والشراء أيضا، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. كان أحد الصالحين إذا باع شيئا قبل أن يعطيه للمشتري يقول له: اسمع الدين النصيحة، يقول له: إن الذي آخذه منك أحب إلي من الذي أعطيك إياه، فهل أنت موافق؟ أنا بعتك سيارة ب10,000، عميل له ترى 10,000 بالنسبة إلي أحب إلي من هذه السيارة، بدك إياها ولا لا؟ هذا شوف الأدب، هذا وين هذا الأدب؟ أحكي لكم قصة كمان، هي مو موجودة بالكتب هالشغلات، بس هيك الله بيسر أحيانا بعض الأمور. واحد من الصالحين اشترى بضاعة، باخرة قمح مثلا أو تجارة معينة، اشتراها ب60 فنوى أن يبيعها ب70. قديش نوى يبيعها ب70؟ يربح 10.
بقيت عنده يمكن يوم أو يومين، فارتفع سعرها إلى 90 بالسوق. فجاء المشتري واحد زميله رجل صالح، قال له أتبيعني هذه البضاعة؟ قال له ببيعك. كم؟ قال له 70. قال له لا، قال له هي سعرها بالسوق 90، أنا ما أبغي الشك، ما بشتريها 70، بشتريها 90. في واحد بيعملها هلأ منا نحن؟ والله يمكن أنا ما أعمل، ما بنعملها، عم حاكيكم جد. قال له أنا ما بشتريها 70، ما بدي غشك، هي سعرها بالسوق 90. قال له أنا عاهدت الله بقلبي إنه بيعها 70، ما بيعها 90. قال فلا هذا باع ولا هذا اشترى. كل واحد صادق مع الله أكثر من الثاني. هذا معاهد الله بقلبه، ما نقض عهده بالقلب، بس ما قال ولا بوعده ولا أخذ منه أوردر طلبية أبدا، هيك بس هو بقلبه قال أنا بدي بيعها 70 وأصر. وهداك قال له أنا ما أبغي الشك، لازم تأخذ 90. شو بدك؟ شو هذه العالم؟ هي بدنا بس 10 من هدول هلا يكون في عنا. هذا هو سمحا إذا رأى. فنحن بنعلم أولادنا أنه يكون كريم، يكون طبعا ما بنعلمه أنه يضحكوا عليه الناس، بنعلمه أنه يكون مفتح كما كان ابن عمر. ابن عمر كان يحاسب بالريال، بس لما بده يكون كريم يعطي بالمئات. قالوا له شو هالتناقض هذا؟ قال له لا، قال هذا عقلي وهذا جودي. عقلي ما حدا بيضحك علي، أنا شغلي بـ10 ما بيقولوا لي نبيعك يا 60، ما بينضحك علي، بعرف أنه 10، بس لما بشتريها بـ10 بعطيه 12 كرم مني، مو لأنه هو ضحك علي. شوف هذا عقلي وهذا جودي، في فرق بين التنتين. فنعلم الولد العقل والتفتح ونعلمه الكرم في نفس الوقت أن يكون سمحا. وذكروا حديثا في شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: كان رجل يداين الناس، ببيعهم بالدين وكذا، وكان يقول لفتاه، كان عنده ولد يبعثه في قضاء حاجته يجيب له الديون، يجمع الديون: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال فلقي الله فتجاوز عنه. في رواية قال الله نحن أكرم منك، إذا أنت عم تتجاوز عن عبادي أنا أتجاوز عنك. باقي دقيقة بس، ما شاء الله. إذن الولد ندربه على قضاء الحوائج. بعد فترة من الزمن ستلاحظ أنت أن الولد صار يعرف ماذا تريد منه قبل أن تطلب، صار يعرف أنه لأنه تعود على الحركة. حتى لو كان عندك شغالة في البيت، علم ابنك أنه ما يكون كسول يا جماعة. حتى البنت في البيت لازم تعلمها قومي وأحضري ماء، مو كل شغل الشغالة، وإن كان هو في شغالة وبتجيب وعم تأخذ فلوس وخادمة، لا، هذا يعلم البنات الكسل. فبكرة إذا تزوجت بتصير كسولة، بجوز زوجها ما يتحمل الكسل هذا، ممكن يطلقها، إلا شو أنا متجوزك مشان تجلسي وما تشتغلي ولا شيء مثلا يعني. فالزوج يحب من زوجتي أن تكون لها حركة في البيت، حركة ما. فأنت علم أولادك أنه يتحركوا يجيبوا ولو كان، بس أنت يستفيد شيئين. أول فائدة أنه تحرك الولد، فائدة ثانية بتدعيله، قال له يا ابني ايتني بكأس من الماء، جاب رضي الله عنه، الله يرضى عليه، جزاك الله خيرا. أكثر من هذه الدعوات لأولادك فيستفيدوا، يستفيد حركة ويستفيد. فإذا تعود بصير ينظر، والله أبي الآن بده يأكل، ما في عيش ما في خبز، على طول بيرقد بدون ما تقول له أنت، بيروح بيشتري بيجيب لك. تعود، هذه تعطيه مروءة، تعطيه برا، وتعلمه أشياء كثيرة، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه لما أحضر ماء للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يطلب، طلع من الحمام لقى ماء مجهز للوضوء، من أحضر هذا؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين. تعالوا دعوة أسعدته في الدنيا والآخرة. فهكذا نفعل مع الأولاد ونكافئهم بكثرة الدعاء. ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنا السوء وأهل السوء يا رب العالمين، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.